ورجعنا لحضراتكم من الفاصل عشان نشوف الرز بتاعنا اللي على النار، اللي هو الرز المكسيكي اللي قلنا عليه، او بطريقه الرز المكسيكي بس طبعا على طريقتنا احنا وحش التوفير. هنشوفه هيبقى عامل ازاي. اهو كده بدا يتشرب، ابدا اسيبه وانقله على نار هاديه كده. اهو هوطي عليه النار خالص، لان كده كده احنا معانا صنف تاني جميل وسريع ولذيذ وان شاء الله يحوز الاعجاب. النهارده هنعمل عيش بالرده بس بطريقه المفروكه. طب ايه هي المفروكه دي يا جماعه؟ دي اللي احنا هنشوفها احنا شغالين مع بعض، وهحكي لكم القصه بتاعتها عباره عن ايه. طبعا انا النهارده هستعمل حوالي نص كيلو دقيق، عندي جوز هند حوالي ربع كوب، ربع كوب زبيب، ربع كوب سوداني مفروم يعني مجروش نص جرشه كده، عندي زبده، عندي رده، عندي سكر خشن، معلقه خميره. في حاجات هتخش جوه العجينه وفي حاجات هتبقى من بره. على بركه الله نبدا نعمل العيش بتاعنا. حاجه بسيطه ادي كده اهو نص كيلو، واخلي الدقيق جنبي، انا بحب كده لما اعمل عيش ولا حاجه يبقى الدقيق جنب مني. ادي الرده وادي الخميره وادي حوالي معلقتين سكر اهم صغيرين، ده اللي انا خدتهم، وادي سنه ملح بسيطه خالص. دي كده العجينه، نبدا نقلبها بايدينا كده مع بعض، هذه الجافه كلها طريقه سهله وهنعملها مع بعض ونشوفها طعمها هيبقى عامل ازاي. واي حد بيشوفها ممكن يقوم يجرب ويعملها في البيت، اكيد هنلاقي فيه رده في دقيق وهنعمل الحاجه بطريقه سهله. الميه تبقى دافيه شويه بحيث ان انا لو مستعجل يعني ما تاخدش مني وقت كده اهو. عندنا حاجه واسعه بوله موجوده في البيت، لو هجيب حله فاضيه ما عنديش اي مشاكل. اهي الطريقه السهله دي كده، ببدا ادخل المكونات كلها مع بعض. طبعا الرز على النار بياخد وقته، ايوه ادي كده سنه بسيطه، وابدا اجيب سن الدقيق عشان عايز العجينه دي تبقى طريه مش ناشفه بالطريقه دي كده اهي. هتلم من ايديكم بسرعه، ما بتاخدش حاجه، طريقتها سهله وجميله. ادي كده اهو نفس القصه، شايفين انا عايزها تبقى بالموضوع دوت، الطريان دوت اللي فيها تبقى بالميه ديت، واسيبها كده اهوت واحط دي واغسل ايدي وارجع لكم. وادي كده هنيجي نبص، غسلنا ايدينا وادي العجينه هنسيبها تريح. هنبص على الرز بتاعنا يا جماعه اهو، نبدا نقلبه كده بالطريقه دي اهو قدام حضراتكم من غير شياطه ومن غير اي حاجه. موطي عليه النار خالص واسيبه قبل ما اعمل الصنف الثاني. هنبدا نوضب مكاننا كده اهو، وادي العجينه بتاعتنا هنبدا نجيبها بالطريقه دي كده اهي، شايفين عامله ازاي؟ زي الفل. ببدا اجيب دي كده من غير ما اقطع من غير اي حاجه، وبجيبها بالطريقه دي اهي. كده يعني انا مش بعمل عيش على قد ما انا بعمل حاجه هتشوفوها دلوقتي تبقى حاجه لذيذه، وفي نفس الوقت انا مش عايز اخليها تاخد وقت منكم، سواء هنعملها كده او بايدينا كده حاجه سهله
مش عايزه تتعصب جامد يعني، انا مش لاففها جامد، لو حضراتكم تلاحظوا هتبصوا تلاقيني لاففها واحجام عشوائيه مش مشكله، على قد العجينه اللي انا عملتها على قد الطبق اللي انا هحتاجه. بجيب دي كده طريقه سهله وجميله، كل ما بتريح كل ما بتبقى معايا زي الفل. هجيب حله صغيره زي دي وابدا احط فيها الزبده تسيح. والله لو حد بقى جاي له من البلد شويه سمنه بلدي ولا صعيدي هتبقى جميله قوي مع طريقه العيش اللي احنا هنعملها دي يا جماعه. حاجه سهله وبسيطه، ده اللي احنا برضو عايزين نقرره كده. انا هسيحها بس كده بالطريقه دي، يا دوبك تسيح بس كده معايا، وسيبها على جنب اهي. كل دوت وانا متعمد ان انا اسيب العجينه تريح، يعني انا مش عاملها كده مثلا عشان مستعجل، لا. كل دوت مجرد ان انا حاطط دقيقه فيها بتبدا هي الخميره اهي، شايفين حضراتكم كل ده، لان احنا شغالين قدام الكاميرا مش عاجنين حاجه تانية، هي زي ما عملناها قدام خالص. طبعا الرز زي ما هو اهو برده نفس القصه، حاطين عليه وادي الزبده كده اهو. الطريقه دي بحاول ان انا بس ايه اوريكم، سواء انا عندي زبده دلوقتي بتتباع قوالب سعرها متداول للجميع، زي ما قلت لكم لو في حد مثلا عنده سمنه بلدي بتدي طعم جميل، او سمنه فلاحه يعني بتبقى حاجه لذيذه زي الفل، عشان دي تبقى مكسبات طعم جميل. نبدا بقى ايه اخد منها مثلا الزبده دي كده اسيبها، وادي الجريل كده. هنسيب الجريل الجريله تسخن اهي، وابدا اطفي على الزبده اهي ساحت خلاص، بوريها لحضراتكم اهي عشان هستعملها بعد كده. ممكن اشيلها بقى خالص من هنا واسيب دي براحتها تسخن، وابدا اشوف هعمل ايه في العيش بتاعي اهو، سواء بمردانة او بايدي اهي كده اهو. دي طريقة برضو نفس القصة اهي، شايفين يعني انا ببسط على حضراتكم الامور اهي، مش هتاخد اي حاجة كده اهو، حاجة جميلة ولذيذة ما خسرناش وقت كتير، عجلنا بايدينا وغسلناها ورجعنا تاني ما عندناش اي حاجه تعطلنا كده اهو. اسيبها طبعا الجريل تسخن، مش هحط عليها زيت ولا حاجه، انا عايزها زي ما هي، لان انا بديله زي عمليه نص تسويه، انا مش بسويه، انا مش بعمل عيش كامل مستوي هاكل بيه حاجه تانية، لا انا عامله عشان هاكله بطريقه معينه هوريها لحضراتكم عامله ازاي، وجربوها وان شاء الله هتلاقوها زي الفل. قصه بقى المفروكه دي ايه؟ كان مثلا بالفران البلدي زمان كانوا يعملوا مثلا العيش اللي هو يتقال لك عيش مؤمر اللي هو القابب دوت، ويتلموا مثلا عايزين ياكلوا اي حاجه سريعه يروحوا مطلعين العيش من الفرن وهو نص سوا، ويجيبوه ويحطوا عليه شويه سكر وشويه سمنه ويتقطع ويتاكل ويبقى بطريقه جميله. في حد مثلا ممكن يكون عارفها، وفي حد يكون حضرها فرق السن بتاعه يكون عارفها، وفي حد مثلا من اخواتنا الصغيرين او اولادنا ما يكونش واخد باله منها. احنا بنعملها بقى بالطريقه بتاعتنا اللي هي متداوله في البيت، انا عندي مثلا شويه جوز هند، عندي سوداني، عندي زبيب اللي موجود، مفيش اي مشاكل، برضو بنعملها وبتبقى سهله. وادي خميرة بقت في العجين زي الفل اهي، حتى انا ما استعملتش المردانة اهي موجودة اهي. طبعا الوقت بيجري ومرضتش اخد دقيق خالص، عايزها زي ما هي كده اهو. ادي القصة عشان العجينة طرية زي ما قلت لكم، انا عايزها طرية مش عايزها نشوى، ولا هحط لها دقيق ولا هعمل لها اي حاجه، خليها بطبيعتها كده اهو. هلا برضه نفس الكلام، ببدا اسوي كده اهو.
تمام؟ حاجة جميلة وظريفة، وحاولوا تجربوها يا جماعة وإن شاء الله تحوز الإعجاب يعني. أهي مش مشكلة الشكل بتاع العجين هيبقى عامل إزاي، مشكلة إن هو في الآخر هيتقطع وهنشوفه هيبقى موجود إزاي كده أهو. أدي المردنة كده أهو، هجيب بولة فاضية واخليها، اشيل الدقيق خلاص، ادي السكر، ادي حاجتي، اشيل الدقيق بايدي كده، شايفين اهو، شايفين الطريقة، حاجة سهلة ما خدتش حاجة. ببدأ اجيب كده اهوت، اجيب السكينة وابدأ اقطع العيش كده بالطريقة دي، شايفين حاجة سهلة اه، شايفين. وعلى فكرة اللقمة استوت، تعرفين الشيف خالد لما بيعمل حاجة تعودت مع حضراتكم على المصداقية، يبقى فيه صدق بيننا وبين بعض. ادي الرز بتاعنا، هبدأ اغرف الرز كده اهو، بسم الله، شايفين ادي كده خلاص، نبدأ نطفي عليه، والعيش موجود والدنيا زي الفل، مفيش اي حاجة، عندنا حاجتنا جاهزة في اي وقت، بنبقى عارفين احنا عايزين ايه من الحاجة اللي احنا مقدمينها، وانا واثق ان حضراتكم هتتبسطوا من الحاجة اللي احنا عاملينها بفضل تدعيمكم لينا. ولما قلنا لكم يا جماعه احنا عندنا الوصفه، يعني الوصفه عندنا في ست البيت، فاحنا عارفين نتيجه خبرات سنين ونتيجه ابتكارات، حتى لما بيجي لنا معلومه ولا حاجه ما بنبخلش بيها وبنقولها لحضراتكم. خلاص كده، وادي دي هحتاجها في الاخر، اخليها ادي البلانشه اهو كده كده اهو، بوري حضراتكم الطريقة بتاعتها. ببدأ اجيب كل ده مع بعض كده، اشوف انا هعمل ايه. انا عندي مثلا هعمل نموذج عشان الوقت بيجري مني، ادي السوداني، ادي الزبيب، كأني بعمل ام علي بالظبط، بس دي قصة تانية خالص. ادي شوية جوز هند، وادي اجيب الزبده بتاعتي، الزبده او السمنه اللي موجوده عندي، شايفين يا جماعه. جربوا وشوفوا الطعم وقولوا لي ايه رايكم. ادي السكر، طبعا في حد هيقول دسمه او حاجه، طبعا لما هتجربوها هتشوفوها هتقولوا لي ايه رايكم. ادي كده اهو بقلبها كلها مع بعض بالطريقه دي اهي مع بعضها، وادي الطبق الجميل كده اهو بالطريقه دي. طبعا ان شاء الله تجربوها، وحاجه سهله وبسيطه، ولو هجيب العيش جاهز برضو من الفرن هعملها. وادي الرز، واترككم في رعايه الله، ونتقابل على خير في حلقات جديده مع وحش التوفير. الى اللقاء.